السلام عليكم ورحمة الله. الوزير المالية يعرض قانونا ماليا لسنة 2023 بمجلس الشعبي الوطني. عقدت اللجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني صباح يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 جلسة عمل برئاسة السيد الأخضر سالمي رئيس لجنة، بحضور السيد إبراهيم جمال الكسالي وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقة مع البرلمان. خصصت لتقديم ودراسة قانون المالية سنة 2023. كما قدم السيد الوزير عرضا مستفيضا حول الأحكام الواردة في المشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث ذكر في البداية أن التوقعات الاقتصادية الكلي والميزانيات لمشروع هذا القانون والتقديرات لسنتي 2024 و 2025 عدت في سياق دولي وإقليمي يتسم بشكوك مرتبطة بتطور نزاعي أو أوكراني الروسي، وضغوط تضخيمية ملحوظ في معظم اقتصاديات الدول العالم، فضلا عن اضطرابات في سلاسل التموين العالمية. وأضاف أنه لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأحداث، شرعت الدولة في تنفيذ إجراءات للأسرار وتحسينها من خلال مراجعة تصاعدية للأجور، واستحداث منحة البطالة من جهة، وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي، وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيزه لضمان نمو شامل ومستدام من جهة أخرى. ففيما يخص ميزانية الدولة لسنة 2023، أوضح أن إيرادات الميزانية ستصل في سنة 2023 إلى 7901.9 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بالإيرادات المتوقعة في قانون المالية التكميلي لعام 2022، في حين ستصل نفقات إلى 13786.8 مليار دينار جزائري، موزعة إلى 9767.6 مليار دينار جزائري كنفقات التسيير، و 4019.3 مليار دينار جزائري كنفقات التجهيز. وفي الختام، عرض التدبير التشريعي والمتعلقة لا سيما في تشجيع ودعم الاستثمار وموانئه، وتبسيط إجراءات الجبائية وتعبئة الموارد، إضافة إلى تشجيع نشاطات تضامنية وشمول المالي والجبائي، ومكافحة الغش وتهرب الضاربين والتدابير المختلفة. وفي الأخير، شكرا على المتابعة، وأرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.